بذكر بقى الارهاب والكلام ده، النهارده الحقيقه الاجهزه الامنيه النهارده في اطار التمشيط بتاع مصر كلها حاجه تحسب لجهاز الامن الوطني، مسكوا خليه لداعش النهارده في مغاغه، سته خمسه دبلومات وواحد طالب في كليه حقوق او معاه كليه لسانس حقوق. تحريات الامن الوطني قالت ان هم دول في مكان وعاملين مكان تدريب والكلام ده كله. بعد استئذان النيابه هاجموا المقر، لقوا كميه اسلحه رهيبه جدا، اتقبض على خمسه، السادس هرب راح على سوهاج اللي هو من سوهاج، لان خمسه من مغاغه وواحد من سوهاج جابوه الامن الوطني. العناصر دي اللي اتمسكت دي كلها كانوا عاملين اعداد لمشروع حاجه يعني عايزين يقوموا يعملوا الواجب يعني في عمليات ارهابيه وحاجه زي كده. ف طبعا انا عايز اقول النهارده الجهد اللي بيعمله الامن، بس احنا كمان علينا دور برضه في الموضوع ده، علينا دور عشان خاطر نساعد الامن. الدور اللي علينا المعلومات، لان انا يعني في الاول وفي الاخر انا دور مهم، انا كشعب احنا كلنا في قارب واحد ومصلحه واحده. خلي بالك انت كل واحد مننا لابد ان يكون رجل امن لصالح البلد. اول ما تلاقي حاجه تشك فيها بلغ، اول ما تلاقي معلومه بلغ، اول ما تشوف اي حاجه انت شايفها انها غريبه بلغ، لان احنا يعني هو ده الحل الوحيد عشان نخلص نقصر المسافات بس.